السلام عليكم يا كريم. ان شاء الله عن الاستومك. اول حاجه البيبتيك السر معناها ايه؟ قرحه في المعده. هل هي القرحه دي في المعده بس؟ لا، في اي حاجه معرضه لجاستريك جوز، اي حاجه معرضه للاتش سي ال بتاع الاستومك. طيب دي مش خاصه بالاستومك بس، ممكن تبقى موجوده في الاورسولاجس، موجوده في الجيجنم، موجوده في الديودينم، موجوده في الايه؟ في الجيجنم افتر سيرجيكال استموز الاستومك، بيقطعوا حته كده بيوصلوا الجيجنم دي الاستومك، عمليه معينه كده. ناس اللي هم الاوبيز والناس دول، تمام. مهم الديودينم، الاستومك، الاورسولاجس، الجيجنم، كل دول ممكن يكونوا معرضين للجاستريك جوز لسبب من الاسباب، تمام. ده ممكن يحصل ايه؟ بيبتيك ألسر. البيبتيك ألسر ناتجه من تعرض الميكوزا، ميكوزا سواء كانت في الديودنم او السمك او اي مكان تعرض للاسيد والبيبسين اللي هو الجاستريك جوز. طيب الديودنال ألسر هي موست كومن، تبقى اكثر من 5 مرات قد مين؟ قد الجاستريك ألسر. يبقى المتعرض بالنسبه لنا السمك ألسر يعني اللي اسمها بيبتيك ألسر قرحه المعده. لا، هي مش قرحه المعده، هي قرحه المعده واشياء اخرى. ده كمان ايه؟ الديودنال ألسر مور كومن ذان جاستريك ألسر، ماشي؟ طيب الألسر ممكن تبقى اديب ألسر توصل للماسكولاز ميكوزا. احنا قلنا الوول بتاع الاستومك، الوول بتاع الاستومك والديدم، في عندنا هنا دي ابيثيليوم عباره عن ابيثيليوم، تمام كده. وفي هنا سب ميكوزا، وفي هنا ايه؟ ماسكولاريز ميكوزا، تمام، عباره عن طبقه مصر. وفي هنا ادينتيشيا، تمام. يبقى تمام كده، ميكوزا وسب ميكوزا وماسكولاريز ميكوزا والادينتيشيا، تمام، او السيروزا. لا، قال لك ممكن اصلا تبقى كونفايند، يعني خاصه بس بالابيثيليوم بس، مثلا سوبرفيشال، تمام. ممكن تبقى ديب تمتد للماسكولاريز ميكوزا. 95% من الديوتر الاوسط توصل للبلب او البايلوري كانال. البايلوري كانال اللي هي اخر حته من الاستومك، ماشي. ده شكل كده بيبتيك ألسر بالشكل ده كده، وطبعا يبقى فيه بوميتنج. طيب في عندنا الديوتر الاوسط، ده الديوتر الاوسط، وده كده ايه؟ البيبتيك ألسر، تمام. طيب الموست كومن اورجانيزم اللي بيعملها الاتش بايلوري، يليه النانسترويدال، يبقى رقم 2 النانسترويدال انتي انفلاماتوري، تمام كده. طيب يبقى اول حاجه الاتش بايلوري، بعد كده النانسترويدال. طيب الاتش بايلوري ده عباره عن ايه؟ الاتش بايلوري عباره عن ايه؟ عباره عن سبايرال جرام نيجاتيف باسيلاي بالشكل ده كده، ليها تيمبري او بايلاي، وبتطلع حاجه اسمها اليوريز. اليوريز هنعرف دلوقتي ان هو بيحميها من الجاستريك اسيد، ان هي عايشه في الاستومك، عايشه في الاستومك عشان تحمي نفسها من الاسيد، عشان الاسيد ما يضربهاش ما يموتهاش، يعني بتحوط نفسها كده بطبقه من الامونيا، تمام، عشان تحمي نفسها من الاسيد. طيب بتعمل ايه بقى دي؟ الهيليكوبكتر بايلوري دي احنا قلنا دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن سبايرال جرام نيجاتيف باسيلاي او جرام نيجاتيف برود، تمام. بتعيش تحت الميكوزا بتاعت الابيثيليا بتاعت مين؟ بتاعت الاستومك، ماشي. طيب بتتنقل في كوره، بتتنقل في كوره، ممكن تتنقل فيرس كوبرس. طيب ابيثيليولوجي اتش بايلوري 50% في الديفلوبد كانتري، الدول المتقدمه، و90% في الدول الغير متقدمه، الدول الناميه، يعني الدول الناميه دي، يعني ده رقم واحد من ضمن الاسباب اللي بتعمل بيبتيك ألسر. 50% من الحالات بيبقى في الديفلوبد كانتري، 90% في الاندر ديفلوبد، هم ايه؟ الدول الناميه، تمام. طيب رقم واحد اتش بايلوري، رقم اثنين نون ستيرويدال، تمام. طيب الاورجانيزم ده بيعيش بيلزق في الابيثيليا، تمام، بيطلع بيعمل اكيوت جاسترايتس، انت مش على مستوى الابيثيليا بتاع الاستومك، بيعمل ايه؟ بينادي على بوليمورف اللي هي النيتروفيل، تمام. بيطلع سيتوكاين دي تروح زي انتركين 6 و8، تروح تعمل ريكروتمنت، بتنادي على باقي الخلايا كرونيك انفلاماتوري سيلز اللي هي ليمفوسايت بلازما سيل ماكروفيج والحاجات دي، فتعمل كرونيك جاسترايتس. يبقى الموضوع في البدايه بيبدا باكيوت جاسترايتس، يبقى فيه بوليمورف بس، بعد كده السيتوكاين بتطلع وبتعمل كورونيك انفلاميشن، كورونيك جاسترايتس، بيبقى فيه تجمع من كورونيك انفلاماتوري سيل ماكروفيج والليمفوسايت والبلازما سيل. يبقى انا كده ادي الاستومك بالشكل ده كده. في الاول بيبقى سوبرفيشال ابيثيليوم، سوبرفيشال ابيثيليوم واكيوت جاسترايتس، اكيوت جاسترايتس، تمام. بيبقى فيه بوليمورف بس، تمام. بيطلع بعد كده سيتوكاين، اشارات تنادي على الخلايا المناعيه، يبقى كورونيك انفلاميشن، كورونيك جاسترايتس، تمام. الاتش بايلوري بتعمل ايه؟ الاتش بايلوري قال لك الاتش بايلوري بتعمل ايه؟ قال لك لو اولا هي بتعمل ايه؟ بتدمر الخلايا بتاعت الابيثيليوم. يعني قال لي ممكن تبقى كونفايند للسوبرفيشال ابيثيليوم، ممكن تبقى ديب زي ما احنا قلنا بتوصل للماسكولاريز ميكوزا، فتبقى ديب، يا اما تبقى سوبرفيشال ابيثيليوم بس، يا اما تبقى ديب توصل للماسكولاريز ميكوزا، تمام؟ طيب الاورجانيزم ده ذكي، ذكي ازاي؟ ان هو عايش في الاستومك، عايش في في وسط حامضي. قال لك الوسط الحامضي ده ممكن يضرب بكتيريا ويموتها، فقال لك الاورجانيزم ده عشان يحمي نفسه من الاسيد، فيعمل ايه؟ بيطلع يورييز، انزيم بيكسر اليوريا. طب استفدنا ايه؟ قال لك ادي الاورجانيزم ده، الاورجانيزم بيطلع يورييز، اليورييز بيروح مكسر اليوريا لامونيا، الامونيا تروح محوطه الاورجانيزم كده وتحميه اجينست الاسيدتي، وتعمل نيوتراليزيشن للاسيدتي. يبقى الوصل كده يعني ايه؟ اكيد انا كده عامل يعني ايه؟ لابس مدرعه، لابس درع بيحمي نفسه من ايه؟ بيحمي نفسه من فعل الاسيد، تمام؟ الاورجانيزم ده بيدمر خلايا الابيثيليوم عن طريق شويه حاجات. اولا بيطلع سيتوكاين بتدمر الابيثيليوم، تمام. ده حاجه. الحاجه الثانيه بتزود الجسترين، ماشي،
وتزود ال HCL وتقلل السوماتوستاتين. السوماتوستاتين كان لازم ليه نقص ال HCL، كان بيقلل ال HCL، هي بتقلل السوماتوستاتين تمام، عشان كده ال HCL بيزيد وبتزود الجسترين اللي هو اصلا بيزود ال HCL سيكريشن تمام كده. كل ده بيعمل ايه؟ بيعمل الميكوزا ده، يبقى هي بتطلع سيريكاين تضرب الابيثيليوم وبتزود الجسترين سيكريشن وبتزود اتش سي ال سيكريشن وبتقلل السوماتوستاتين ده هو كان اصلا بيقلل اتش سي ال، فالمحصله في الاخر زياده اتش سي ال وميكوزا دامج وميكوزا انفلاميشن تمام. بعد كده بيحصل ميتابليزيا هي بري كانسرس، ممكن ميتابليزيا يعني الجستر الابيثيلي بيتحول لانتستاين تايب، لانتستاين ابيثيليوم يعني جستر ابيثيلي بيتحول لانتستاين ابيثيليوم يبقى بري مالجنت يعني كده يتحول لكانسر ماشي. وهنعرف بعد كده ان هي كونسيدر الاتش بايوري دبليو اتش او بتكونسيدر بتكونسيدر الاتش بايوري على انها كارسينوجين لانها بعد كده بتخش في جسر الكارسينوما. طيب النون ستيرويدال دي ثاني سبب من اسباب، ثاني اشهر سبب من اسباب اللي بتبقى الاسر ده بيعمل ايه؟ النون ستيرويدال بينهبت الكوكس السايكل اوكسجين سبلاي. في عندنا حاجه اسمها الاراشيدونيك اسيد، الاراشيدونيك اسيد ده بيتكسر ليه؟ بيتكسر عن طريق انزيمين، انزيم اسمه سايكل اوكسجين سبلاي وانزيم اسمه اللايبو اوكسجين سبلاي. السايكل اوكسجين سبلاي يروح جايب الاراشيدونيك اسيد ويحوله لبروستاجلاندين تمام؟ اللايبو اوكسجين سبلاي يروح جايب الاراشيدونيك اسيد بيتحول لليوكوترين تمام؟ طيب يبقى كفتين، كفه بتروح للبروستاجلاندين وكفه بتروح لليوكوترين. قال لك ان النون ستيرويدال ده بينهبت الكوكس، بينهبت السايكل اوكسجين سبلاي فبينهبت البروستاجلاندين. طب استفدنا ايه؟ يعني البروستاجلاندين كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل بيزود الميوكوزال بلاد فلو، بيزود الميكوزال بلاد فلو تمام. طيب كمان بيزود الايه، بيزود الميكوزال سيكريشن، بيزود البايكربونيت سيكريشن، بيزود ايه البايكربونيت سيكريشن تمام. البايكربونيت دي كان بيعادل الاسيد فكان بيحمي الابيثيليوم، بيحمي الابيثيليوم من ايه، من فعل الاسيد. كمان بيزود الميوكس سيكريشن. يبقى اذا بص جامد هو بروتكتيف، بيحمي الابيثيليوم ازاي؟ ان هو بيزود الميوكوس ميكوزا بلا فلو وبيزود الميوكوس سكريشن وبيزود البايكربونيت فبيعمل نيوتراليزيشن بالاسيرتي. طيب النون ستيرويدال بينهبت الكوكس فبيقلل البروستاجلاندين فبيقلل السايتوبروتكتيف افكت بتاع البروستاجلاندين. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه ان بيقول لك ان النون ستيرويدال مسؤول عن 30% من اسباب البيوتيك ألسر. طيب قال لك في عندنا بقى ايه؟ في عندنا الكوكس، الكوكسينول السايكل اوكسجينيس زين انواع، كوكس واحد وكوكس اثنين. الكوكس اثنين، الكوكس اثنين موجود في ايه؟ موجود في السايت كونفرميشن تمام. الكوكس واحد موجود في ميكوزا، في الميكوزا بتاعت الجي اي تي تمام. ثاني كده قال لك انا باخد نون ستيرويدال ليه؟ عشان لو في مثلا انفلاميشن او انتي انفلاماتوري تمام. قال لك الكوكس اثنين موجود في اماكن الانفلاميشن تمام، فكان من المفترض ان نون ستيرويدال عشان باخده كانتي انفلاماتوري، باخد كانت انفلاماتوري بيقلل الكوكس 2 فبيقلل البروستاجلاندين فبيقلل الانفلاميشن وبيقلل البين تمام. لو في وجع ولا حاجه باخده عشان يقلل الوجع ده، باخده عشان يقلل الانفلاميشن ده. المفروض كان يشتغل على كوكس 2 بس، لا بس هو نون سيلكتيف، شغال على كوكس 2 وشغال على كوكس 1. كوكس 1 موجود على الجاستريك ابيثيليوم تمام، لما يشتغل على كوكس 1 في الجاستريك ابيثيليوم يقلل البروستاجلاندين فهيقلل البروتكتيف افكت بتاع البروستاجلاندين تمام. لجأوا لحاجه اسمها سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور، سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور زي لورنوكسيماب، لورنوكسيكام وسيليكوكسيب. السيليكوكسيب ده بيعمل ايه؟ سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور بيشتغل على مناطق الانفلاميشن بس، فبيقلل البروستاجلاندين وبيقلل الوجع ويقلل الانفلاميشن تمام، بدون ما يجي، ما يجيش ناحيه مين، ما يجيش ناحيه الكوكس واحد بتاع الابيثيليوم بتاع الجي تي تمام. بس وجد ان هو بيزود الهارت اتاك، بيزود الهارت اتاك كمان، يعمل مشاكل في القلب تمام. قال لك انا رايح دماغنا وناخد نون ستيرويد اللي هو نون سيلكتيف شغال على كوكس واحد واثنين، وعشان نحمي الابيثيليوم بتاع الجي تي هياخدوا بروتون بامب انهبيتور، بروتون بامب انهبيتور عشان يحموا الجي تي ابيثيليوم تمام كده ماشي. يبقى تو سمرايز ان بروستاجلاندين دي حاجه كويسه بتحمي الابيثيليوم، النون ستيرويد بيقلل البروستاجلاندين فبيدمر الابيثيليوم حلو. طيب نار السوريه ده نار اللي بتشتغل على كوكس 1 وكوكس 2، كوكس 2 ده بتاع الانفلاميشن تمام، وكوكس 1 ده بتاع الجي اي تي تمام. طيب لجأوا لسيلكتيف 2 اللي هي سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور، لقوا بيزعل هارت اتاك. طيب عشان يريحوا نفسهم استخدموا نار سيلكتيف نار ستيرويدال، واستخدموا معاهم بورتو مابي انهبيتور عشان يحمل الجي اي تي ماشي. السموكينج وجدوه بيقلل الهيلينج، بيقلل الهيلينج وبيزود الريكرانس تمام، وبيزود اتش سي ال وبيقلل بروستاجلاندين تمام. يبقى السموكينج بيعمل شويه حاجات، بيقلل الهيلينج وبيزود الريكرنس وبيقلل بيزود اتش سي ال وبيقلل بروستاجلاندين. هيرديتري وجدوا حاجات بوزيتيف فاميلي هيستوري، بوزيتيف فاميلي هيستوري بعض الحالات، وجدوا ان بعض النيوريتيك ألسر مشهوره في الناس اللي عندهم بلاد جروب او، بلاد جروب او. طيب اذر فاكتور الجيرد بيزود الجيرد، احنا قلنا المره اللي فاتت بيزود تيك ألسر بالذات في الورس. طب الجاسترينوم دولينجر ألسر سندروم ده زياده جاسترين سكريشن، زياده جاسترين سكريشن فهيزود خلايا التيومر، بتزود بتطلع سكريشن فهتزود اتش سي ال تمام، فهتزود بيوتيك ألسر. البيبتيك ألسر
موجوده في الليفر سيروزس. ليه؟ عشان الجسترين والهيستامين، الجسترين والهيستامين دول بيزودوا، ده بيزودوا الاسيديك سكريشن. الجسترين والهيستامين كان المفروض يتكسروا بالليفر، الليفر في سيروزس مش عارف يكسر الجسترين والهيستامين، فالجسترين بيزيد فالاتش سي ال يزيد. تمام. وكمان في حاجه في الليفر سيروزس بيحصل بورتال هايبر تنشن، فبيحصل ايه؟ البورتال البورتال فين بيحصل فيه احتقان، يعني البرد بيزيد فيحصل جي اي تي كونديشن. عشان الجي اي تي كانت بتصب اصلا في البورتال فين، فحصل بورتال هايبر تنشن، فحصل جي اي تي كونديشن، الدم هيتجمع في الجي اي تي، الخليه بتاع الابيثيليوم هتحتقن، هتتملي دم وتتملي ميه. تمام. فالميكوزا بلفولها بتاعها هيقل، بلفولها هيقل والريزيستنس فيها هتقل. تمام. يبقى انا كده عملت حاجه، عملت زودت الجسترين والهيستامين ما بيتكسروا، فهزود الشيء سيل كمان، الميكوزا الميكوزا سيلز بتحتقن، فالريزيستنس بتاعتها بتقل. تمام. وبلفولو بيبدا يقل. بيقول لك في حاجات اسمها لما يزعل شويه يحصل له ستريس او كده، او حاجات سايكولوجيكال نو ايفيدنس، هي مش بتزود، ولكن هي اجريفيجيتنج، يعني هي مش سبب، هي اجريفيجيتنج فاكتور بتزود بس، بريدسبوزنج فاكتور. ماشي. طب الديتك السر مور كومن في الرجاله اكتر من الستات. ماشي. السيمتوم البين لما نعمل له اناليسيس هلاقي الكاركتر بتاعه حرقان، حرقان في فم المعده او شكشكه او تقل، بس على غالبها حرقان. طيب الصين بتاعه لو ديودنال السر او جاستريك السر، لو ديودنال بتبقى اضافه الامبريتس فوق السره و او ناحيه الرايت. طيب الجاستريك بيبقى فم المعده، او جاستريك يبقى جاستريك وفم النص. طيب البنتريت لو حصل بنتريشن او برفوريشن بيبقى البين في الباك، لانه غالبا بيحصل بانكرياتيتس فبيسمع في الباك. طيب ريليشن للميل علاقتها بالاكل، الديودنال السر البين بيبقى ساعتين بعد الاكل، الجاستريك السر ساعه بعد الاكل. تمام. يبقى الجاستريك استومك اقرب من الديدنم. تمام كده. فالجاستريك بيبقى ساعه، اما الديدنم بيبقى ايه؟ ساعتين. طيب والديدنم بيبقى في بين اثناء النايت. تمام. يبقى الديدنم موجوده ايه؟ مشهوره بالبين اثناء النايت، نوكتورنال بين. طيب لو قلنا نوكتورنال بين مشهوره فين؟ مشهوره في الديودنم. تمام. الريليف اوف بين، البين بيخف ازاي؟ قال لك الاثنين بياخدوا الكالي، لو اخر حاجه فيها الكالي صوره بيكرب او اي حاجه فيها الكالي، اي حاجه فيها الكالي هتعادل الاسيد بتاع الاستومك. تمام. هتقلل هتقلل البين. تمام. طيب الديودنال ألسر بيحب ياكل، بيحب ياكل ليه؟ عشان الاكل بيعمل نيترلايزيشن للاسيد، الاكل بيعمل نيترلايزيشن للاسيد. الجاستريك ألسر بيرجع، الترجيع ده بينزل الاسيد، ينزله في ايه؟ في الاوساط الجسم، ينزله بره بره في الشارع يعني. تمام. بحيث يقلل الاسيد. يبقى الديودنال ألسر عشان يقلل الاسيد بياكل، اما الجاستريك ألسر عشان يقلل الاسيد بيرجع. تمام. ماشي. طب الكرونيسيتي، الكرونيسيتي غالبا موجود في الديودنال ألسر، موجود في الديودنال ألسر. طب الفوميتنج مشهور اكتر في الجاستريك. طب لو في سيجنيفيكال فوميتنج وويت لوس اعرف ان في حصل اوبستراكشن او مالينسي، حصل اوبستراكشن او مالينسي. طب الهارت بيرن والووتر براش موجوده في الجرد. طيب الابيتايت بتبقى نورمال في الديدان الالسر، لان اصلا بيحب ياكل، بيحب ياكل ليه؟ عشان يعمل نيترازيشن للاسيديتي. اما الجاستريك بيحب يرجع. تمام. ما بيحبش ياكل، لانه لو كل هيرجع، لو كل هيرجع، ولو كل هيزيد، هيزيد ايه؟ الاكل ده هيعمل اريتيشن للجو تي، يعمل اريتيشن للاستومك، فيزود اتش سي سكريشن، فما بيحبش ياكل. حتى لو جعان ما بيحبش ياكل، يبقى الجاستريك الالسر ما بيحبش ياكل، اما الديدان الالسر بيحب ياكل كتير حتى لو مش جعان. لو حصل كومبليكيشن، ايه الكومبليكيشن ممكن تحصل؟ اول حاجه جو تي بليدنج، ممكن هيماتيمس يرجع دم، او ميرينا يبقى الدم لونه اسود. ليه؟ عشان بيقطع مسافه طويله، مسافه بتبقى طويله قوي من اول شو، من اول استومك لحد ما يوصل للايمس، بيقطع مسافه طويله، بيتفاعل مع الاتش سي ال. تمام. الميرينا مود كومن في الديونال الالسر، الهيماتيمسيس موجوده في الجاستريك الالسر. ماشي. ممكن يحصل اوكر تغلط او شو او شوك. طب بيرفوريشن ممكن الجاستريك الالسر دي تفرقع، يحصل بيرتونايتس ويحصل ايه؟ هيمورج، ويحصل ايه؟ هيمورج. ماشي. طيب بس دي طبعا بتبقى بتقل شويه، السيمتوم بتقل شويه في الناس الكبار. ليه؟ لانهم بياخدوا نون ستيرويد، نون ستيرويد مش هيحس بالوجع، مش هيحس بالبريشن. فاول برزنتيشن هيجي بيه هيجي بشوك، هيجي بشوك، هيجي بسيمي، هيجي مغمى عليه ممكن. تمام. لانه مش حاسس اصلا في بروفيشن، بس مش حاسس بيه عشان النون ستيرويد مش ايه، عامل ماسك للبين ده. طيب البنتريشن، لو حصل بنتريشن قال لك السيفيرتي هتزيد، الوجع هيزيد، وهيسمع في الباك. تمام. لانه حصل غالبا حصل بانكرياتكس او كولونفاكس، والبانكرياتكس كان بيسمع في الباك. طيب كرونيك بايلوريك اوبستراكشن، السمك بيبقى شبه الساعه بتاعت الساعه الرمليه، الساعه الرمليه بيحصل فيبروزس على مستوى البايلورس. تمام. ادي كده البايلورس ده، حتى كده بيحصل فيبروزس، بتضيق، حتى كده بتضيق. تمام. بالشكل ده كده هلاقي الاستومك الحته دي البايلورس بتضيق بالشكل ده، بتبقى شبه الساعه الرمليه، الساعه الرمليه بتبقى حته كده واسعه، حته ضيقه وحته واسعه بالشكل ده، حته واسعه، حته ضيقه، حته واسعه. اسمها اور جلاس استومك، الاور جلاس استومك ده هي الفيبروزس اللي حصل في البايلورس. ماشي. طيب هلاقي في الجاستريك فونس، احساس بالشبع يعني. طيب لان الاكل مش بينزل، الاكل متجمع هنا. تمام. الفومتنج،
فاول اوردر الفوميتنج لما يرجع بيبقى ريحته وحشه لان الاكل لكن كتير لكن بقى كتير ممكن يحصل الكالوزس ممكن يحصل تيتاني ان في ديكريس على نايز كالسيوم ماشي. طيب لوس اوف ويت في لونج ستيم كيسز. طب الساينز ممكن تبقى ممكن تبقى في تندرنس اوفر سايد اوف السر ماشي. ممكن في كوميونيكيشن حاجه اسمها سكسشن سكراتش و اسمها ايه اوبيلور كوبستراكش اوبيلور كوبستراكش ماشي. طب نعمل انفستيجيشن نعمل منظار نعمل منظار هنلاقي الالسر هنلاقي الالسر ولو في مثلا الالسر دي افرق انها بناين او مالجنت. طيب وبري ميل دي في الجسد بس ما عرفش بيستخدموها الجاستريك الالسر هلاقي حاجه اسمها ديسر كربيتشر والجريتر كربيتشر. الديسر كربيتشر عليه نوتش والجريتر عليه نيتش. طيب الجدر الالسر في ديفورمتي لا معلش النيتش بيبقى على الليستر كربيتشر ده حاجه في الاشعه يعني النوتش على النوتش على الجريتر كربيتشر. الجدر الالسر في ديفورمتي ماشي. قال لك الهيليكوباكتر بايلوري دي المهمه بقى دي اللي بيعملوه. طب الانتي بودي ايه لاينز ادور على انتي بودي ايه لاينز ماشي ماشي بس نط قال لك البوزيتيف تيست دونت انديكيت الاكتيف انفكشن لان الانتي بودي ممكن تقل افتر ايديكيشن اوف اورجانيزم تمام. ممكن ادور على الانتيجين ادور على البكتيريا نفسها في الاستول تمام ادور على البكتيريا نفسها في الاستول او اعمل هيستولوجي اخد عينه اخد بايوبسي وابعتها لبتوع الهيستولوجي تمام او باثولوجي. طيب اليوريز ده انا هاخد العينه اخد عينه واحطها في وسط يوريا احطها في وسط يوريا لو كان العينه دي فيها هيليكوباكتر بايلوري هتطلع يوريز انزيم هكسر اليوريا تطلع امونيا. طيب فهيديني هيديني تفاعل معين تفاعل كيميائي معين يديني كلر تشينج يديني لون معين تمام. يبقى انا مظبط التفاعل بحيث ان لو في اورجانيزم لو في اورجانيزم هيكسر اليوريا عن طريق اليوريز هيطلع الامونيا يعمل لي كلر تشينج تمام. فلو حصل كلر تشينج معناها ان البايوبسي دي فيها هيليكوبكتر بايولوجي. طب الكالتشر انسستري بياخدوا بايوبسي ويبعتوها لدكتور المايكرو عشان يشوفوا ايه نوع البكتيريا ماشي. طب 13 سي يوريا 14 سي يوريا قال لك بخليه يتنفس سي او 2 بخليه يتنفس ايه بخليه لا بخليه يشرب يوريا فيها كربون مشع كربون ايه مشع تمام. قال لك لو اليوريا فيها كربون مشع اليوريا فيها ايه كربون مشع. لو الشخص اللي عنده هيليكوباكتر بايلوري هتكسر اليوريا وتطلع الكربون ده تفصله الكربون يتفاعل مع الاكسجين يديني سي او 2 ولكن سي او 2 مشع هكشف عليك تمام كده. يبقى هيشرب يوريا مشع يوريا فيها كربون مشع تمام. لو في هيليكوباكتر بايلوري هتكسر اليوريا وتطلع كربون مشع يمسك في الاو 2 يعمل ايه سي او 2. طب الديفرنشال دايجنوست حاجات بتعمل عبر الابدومين بين حاجات بتعمل ديسبسيا ولا حاجات بتعمل جي اي تي دي. ممكن كمان يعملوا حاجه اسمها الفلورسنس انسايتو هيبرايزيشن الفلورسنس انسايتو هيبرايزيشن تمام. طيب ممكن ادور على الجاسترين فالزولينجر ايلسون سنترو ادور على الجاسترين فالزولينجر ايلسون سنترو ماشي. التريتمنت جنرال ميجر لازم اقفل النار السويدة عشان اصلا ده اللي عامل ازمه. طيب لو ولكن لو لابد ناس من عندها ارثرايتس او روماتيك فيبر او كده بياخدوا نص رويدا ممكن ياخدوا معاها بروستاجلاندين عشان يحموا ايه يحموا الجوينت. طيب البنس ميل الاكل يتظبط اتريجولر انتربر والستوب سموكينج ماشي والسبايسي والالكوهول والحاجات دي. طيب ممكن يستخدموا سيلكتيف كوكس من الهيبيتور بس يوجد ان هو مجرد مشاكل على القلب فبيستخدموا نون سيلكتيف عادي نون سيلكتيف نون ستيرويد بس بيستخدموا معاهم ايه بيستخدموا معاهم البروستاجلاندين وبيستخدموا معاهم كمان اسمها ايه البروتوكول بامب انهبيتور. طيب الميديكال تريتمنت عندنا الخلايا بتاعت الجي اي تي الخلايا بتاعت الجي اي تي بتطلع اللي هي بتطلع اتش سي ال دي في عندنا حاجه اسمها هيدروجين بوتاسيوم بامب الهيدروجين بوتاسيوم بامب دي اللي بتطلع اتش سي ال بتفرز اتش سي ال بعد كده تمام. طيب الهيدروجين بوتاسيوم بامب طيب في عندنا هنا في ام 3 ام 3 ماسكولينيك ريسبتور في عندنا الاتش ريسبتور بتاع الهستامين وفي عندنا جاسترين ريسبتور الجستري تمام. في عندنا ايه الجستري ماشي وفي عندنا ايه الجستري وفي عندنا حاجه اسمها السوماتوستاتين. السوماتوستاتين ده بيقلل الاتش سي ال مالوش دعوه يعني كده. يبقى ايه الام 3 ده ماسكارين والاتش الهستامين والجسترين كل دول بيزودوا الاتش سي ال ماشي. انا هعمل ايه؟ انا هدي ماسكارينك انتاجونس هدي هيستامين انتاجونس هدي حاجات بتقلل الجسترين هدي حاجات تقفل البامب بورت بامب انهبيتور هدي حاجات تزود البورستاتينات تمام. لان كل دول بيزودوا الاتش سي ال عن طريق زياده السايكل اي ام بي تمام عن طريق زياده السايكل اي ام بي بيستغرب بس بيشتغل حاجه اسمها جي اس وجي وجي كيو وحاجات كده بتاع فارما زمان ماشي. طيب البروستاجلاندين ده البروستاجلاندين بيشتغل عن طريق جي اي البروستاجلاندين بيشتغل عن طريق جي اي هو جي انهبيتوري جي بروتين كابل انهبيتوري ريسبتور يعني بيقلل السايكل اي ام بي
بيتالم السايكل الكي ام بي ويعمل بروتكتيف افكت على مستوى الميكوزا. تمام؟ فانا هدي حاجات تقفل المسكرين، حاجات تقفل الهستامين ريسبتور، وحاجات تقلل الجستريم، وحاجات تقفل البورت بامب انهبيتور، تقفل البامب اللي بتطلع اتش سي ال دي، وحاجات تزود البورستا كنافي. تمام؟ طيب اول حاجه الهستامين اتش 2 بلوكر، الهستامين بلوكر، حاجات بتقلل الهستامين، بتقلل شغل الهستامين زي السايميتيدين. السايميتيدين طيب السايميتيدين مشاكله ان هو بيعمل ايه؟ هيباتيك مايكروزومال انزيم انهبيتور، يعني بيقلل تكسير، بيقلل المايكروزومال انزيم اللي بتكسر حاجه اسمها سايتوكروم بي، سايتوكروم بي 150 ده مسؤول عن تكسير الادويه. اي دواء باخده المفروض يتكسر بعد مده. تمام؟ قال لك بينهبت الانزيم اللي بيكسر الادويه، بينهبت الانزيم اللي بيكسر الادويه، فالادويه هتزيد في الدم. الادويه زي الفايفيلم والوافرين والليدوكين والفينوتون، الحاجات دي هتزيد في الدم. تمام؟ يعمل كمان جاينيكوماستي، يعمل امبوتاس، دي كده السايد افكت بتاعت السايتوكروم. ماشي؟ طيب ممكن اخد رانيتيدين اللي هو زانتاك او الفاموتيدين، اي حاجه فيها تدين. ماشي؟ اي حاجه فيها ايه؟ تدين. طيب الجرعه ممكن نحطها مهمه، قال لك السايميتيدين 800 مللي جرام بالدي، والرانيتيدين 300، والفاموتيدين 20. البروتون بامب انهبيتور ده اللي مشهور اللي هو الاوميبرازول. تمام؟ طيب ده بيعمل ايه؟ انهبيت الهيدروجين بوتاسيوم اتيبيز بامب. ماشي؟ طيب قال لك عشان نحصل ريستوريشن للبامب دي، ريستوريشن البامب دي عايزه حوالي 18 ساعه عشان تشتغل تاني. ماشي؟ بينهبت 90% من الجستريك اسيد، من الجستريك اسيد. اما الاتش بلوكر كان بينهبت 65% بس. ماشي؟ طب الهيلنج بتاع، الهيل بتاعه هنا 90%، 90% عايز 4 ويك لو ادينا الالسر، عايز 8 ويك لو جاستريك الالسر. طب الاوميبرازول واللانسوبرازول والبانتوبرازول، اي حاجه فيها برازول. ماشي؟ 20 مللي جرام بالدي. الحاجات اللي بتزود الميكوزا ديفنس زي الساكرال فيت، حاجات بتزود الميكوزا ديفنس، بتحمي الميكوزا زي الساكرال فيت. طيب ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن امونيا انتاسيد، امونيا هيدروكسيد ومغنيسيوم هيدروكسيد والساكروز سلفيت. ده بيعمل ايه؟ بيقلل الهيدروجين. تمام؟ عشان يصنع اتش سي ال عايز هيدروجين وعايز سي ال، فبيقلل الديفيوجن بهيدروجين، بيقلل الديفيوجن بهيدروجين. تمام؟ وكمان بيزود الايه؟ البايكربونيت، وبيزود ميوكوس سكريشن، وبيزود بروستاتين. ماشي؟ السايد افكت نيوروتوكسيك، نيوروتوكسيك ونيفروتوكسيك كمان. والامونيوم بيعمل كونستريشن. البسمس ده بيزود بروستا جلاند، بيزود ايه؟ البروستا جلاند، وبيقدر كمان الاتش بايلوري. طيب في حاجات بروستا جلاند انالوج، يعني بتشتغل زي بروستا جلاند، بتزود بروستا جلاند زي الميزوبروستول، الميزوبروستول. تمام؟ ده كويس جدا لمرضى الارثرايتس والرينيتي فيبر اللي هم مضطرين ياخدوا مان ستيرويد، فعشان احمي عشان يحمي الميكوزا بتاعت الجي تي بياخد ميزوبروستول. ده بيزود ميكوزا بروفلو، بيزود ميكوس سكريشن، بيزود بايكربونيت، بيزود الريفير، يعني بيشتغل كانه بروستا جلاند. ماشي؟ طيب السايد افكت الضريريه في الابدومينال بين. الانتي كولينرجيك بيقفل المسكرانيك ريسبتور، بيقفل المسكرانيك ريسبتور زي البرينزبين اللي هو الايه؟ البرينزبين سيلكتد ان 1 بلوكر. ماشي؟ الاكشن بيقلل الجاسترين الجاستريك سكريشن، بيقلل الاتش سي سكريشن، وبيديلي جاستريك انتي. سايد افكت هو التوربين لايك، التوربين لايك بيعمل تاكي كاردي، بيعمل ايه؟ براينز اوف ماوس، ويعمل كمان ممكن يعمل رونيتنشن كونستبيشن. طيب الايراديكيشن للاتش باي دول، انا عايز اضرب الاتش باي دول، عايز اضرب الاورجانيزم نفسه. تمام؟ طيب ونعمل حاجه اسمها التريبل ثيرابي، التريبل ثيرابي بياخدوا اموكسي، بياخدوا مترو وميدازول زائد انتي بايوتيك اموكسيسيلين او كلاريستروميسين زائد بروتوبام انهبيتور. يعني العلاج الثلاثي يبقى مترو وميدازول وانتي فانجل وانيروب وانتي انيروب واموكسيسيلين او كلاريستروميسين وبروتوبام انهبيتور. في حاجه اسمها الهيليكيور، الهيليكيور بيبقى دواء كده برشام على بعضها، برشام فيها كل حاجه، التنيزول زائد اوميبرازول زائد كلاريستروميسين، التابلت كل 12 ساعه لمده 3 ساعات. اندوسكوبي ثيرابي تريتمنت اوف بليدنج السر، لو في مثلا ايه حاجه فيها ممكن لايجيشن او كده، او يحيوا ادرينالين او يعملوا كليبس. طيب السيرجيكال تريتمنت، امتى الجا للسيرجيكال تريتمنت؟ امتى الجا للسيرجيكال تريتمنت؟ لو في هومرج ان كنترول، لو ان كنترول ان دايناميك تريتمنت، لو عملت مثلا اديت علاج وفشل. تمام؟ لو حصل بيرفوريشن، لو حصل بايلوريك اوبستراكشن اللي هو اور جلاس ستومك، لو حصل ايه؟ مالجنسي. ماشي. تريتمنت الكونفيجيشن الهيموريج، الهيموريج لازم طبعا يدخل الاي سي يو او يدخل المستشفى بسرعه، معاها يدخل هوسبيتاليزيشن يعني. طيب اخد يركب سنترال لاين، السنترال لاين عشان اقيس السنترال فينوس بريشر. تمام؟ عشان لو في شوك ولا حاجه. طيب يركب كاسيتر استارت بول عشان عشان ايه؟ يشوف لو في اوليجوري ولا حاجه، اي اوليجوري. طيب لازم كمان اخد عينه دم، عينه دم ابعتها للمعمل. تمام؟ اشوف اعمل ماتشنج عشان اشوف ايه انا فصيله، عشان لو احتاجت له، لو احتاجت له نقل دم. طيب واشوف الهيموجلوبين، الهيموجلوبين قليل، لو قليل اقل مثلا من 8 جرام بي دي ال، لو قليل يبقى عنده انيميا، يبقى داخل في شوك، يبقى لازم محتاج فريش بلد، لازم ياخد فريش بلد. تمام؟ عشان في الكويش فاكتور، عشان في ليت البروتين وليت البوتاسيوم وكده. تمام؟ وليت الامونيا. ماشي؟
طيب كمان اوميبرازول انتر ميس اوكلوشن او زانتاك بانتودين انتر ميس اوكلوشن عشان لو في بتتاثر يعني ايه بوربلكس اكنس الهيموريج منها يعني تمام. طبعا بيحينوا ادرينالين الكول ديسرين كمان الكول ديسرين عشان يعمل فازو كونستريكشن بيعمل كليبسنج. طيب السيرجري لو اللي فات ده كله ايه فيل تمام يكون طبعا مناظير بيجي ويشتغل ماشي. طيب بالتالي ممكن نعمل ايه؟ البربوريشن طبعا ادي له فلويد ادي له انرجيسك ادي له انتي بايوتيك بعد كده سيرجري. طيب بايلوريك اوبستراكشن جاستريك افورد بعد كده فلويد بعد كده سيرجري ماليجنسي سيرجري. طيب في اوبريشن ممكن نعمل بارشال جاستريكتومي بارشال جاستريكتومي او ممكن نعمل البارينتال سيل فاجوتومي بارينتال سيل فاجوتومي تمام بارينتال سيل فاجوتومي. طب في عندنا حاجه اسمها الاكيوت جاسترايتس. ايه الاكيوت جاسترايتس؟ معناها ايه؟ طب مبدئيا في حاجه اسمها جستروبسي. جستروبسي يعني ايه؟ دامج حصل دامج على مستوى الابيثيليوم بتاع الجي اي تي بعد كده ريجنريشن يبقى جستروبسي. ايه جستروبسي معناها ايه؟ انفلاميشن زائد ريجنريشن زائد ايه؟ ريجنريشن تمام. طيب اما هنا انفلاميشن وذ ايه؟ ريجنريشن. طيب الايتيولوجي الدراج زي الاسبرين مانستويدال الستريس اسمها الكيرلينج السر دي بتحصل على الستريس زي الشوك والسبسس والسيفير بيرد والحاجات دي. طيب الانفكشن زي سالم فيروس والهيربس سيمبلكس فيروس الباثولوجي بيحصل انفلاميشن تمام ازدياد اسيد سكريشن او ديكريس الميكروزابل فلو وديكريس البايكربونات. طب بيبقى في كورنيك بيبقى في انفلاماتوس البوليمورف وفي الصافينج الجو اي تي بيقشر وينزل في الاسطول تمام بيحصل ايه بليدنج. طيب في بين نبدا نبدا عادي خالص يعني نص يكون ضيق قدام البين يبقى بجاستريك بين يبقى في هيماتيمسيس. طيب لا الانفستيجيشن على المنظار التريتمنت اشوف لو في قوه عالج السبب. طيب اديله اتش 2 بلوكر اديله بروتومام انهبيتور واعمل له جاستريك واش بكل صلاين عشان يعمل فازو كونستريكشن واعمل له ايه جاستريك في السيفير كيسز. طب الكورنيك جاسترايتس ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن كورنيك انفلاميشن لجاستريك ميكوزا بيبقى فيه ميكوزا اتروفي بيبقى ديب السر بيبقى ديب انفلاميشن وصل للديب ميكوزا تمام. في كورنيك انفلاماتوري سيلز ممكن يكون سببه اوتو اميون بنسميه تايب 1 بنسميه البرونيشس انيميا بيبقى عنده فيتامين بي 12 ديفيشنسي انيميا تمام. بيبقى فيه الاوتو انتي بودي بتتكون اجينست الانترينسك فاكتور بتتكون اجينست البارايتال سيلز بيبقى عنده ميجالو بلاستيك بان سايتوبينيا تمام وعنده السب اكيوت كومباين ديجنريشن ويبقى عنده اذر اوتو اميون ديزيز زي اديسونيان اديسون ديزيز الحاجات دي والسايروديرس والكلام ده. طيب في عندنا كرونيك اكتيف جاسترايتس اسمها تايب بي بيبقى غالبا دي اتش باي دوي تمام. طيب الكرونيك الكيميكال جاسترايتس دي تايب سي بيبقى فيه كيميكال انجري زي مثلا البايل ريفلكس. طيب لو واحد بياخد مثلا مال استرويد طيب الكلينيكال بيكشر ممكن تكون اسيمتوماتيك ديسكفرد اكسيدنتالي لو بيعمل المنظار مثلا. طيب في عندنا نبدا ماشي التريتمنت على السبب مثلا دي حاجات تضرب اتش باي دوي مع البرميشيس انيميا. طيب في حاجه اسمها جاستريك كارسينوما. جاستريك كارسينوما هي 90% من كسر التصميمات عباره عن ادينو كارسينوما. طيب موجوده في الديفلوبنج كانتري اكتر موجوده في الديفلوبنج كانتري لو سوشيو ايكونوميك ماشي. طيب غالبا ايه ريرلي بيفور ايج 40 يعني غالبا بتبقى في الاولد ايج غالبا في الاولد ايج بتبقى في الرجال اكتر يعني في الاولد ميل في الاولد ميل في الديفلوبنج كانتري لو سوشيو ايكونوميك غالبا ادينو كارسينوما. طيب الريسك فاكتور لو سوشيو ايكونوميك دايتر ديفيشنسي لو في ديفيشنسي في الفات بروتين فيتامين اي وسي لو في اكسس سولت ميت وفيش او نايتريت نايتريت. طيب لو في اتروبيك جاسترايتس البوست جاستريكتومي الاكل الرهيب بناء البرونيشس انيميا الادينوماتس بوليب الحاجات دي كلها ريسك فاكتور بتزود الجاستريك كارسينوما. والاتش بايلوري الدبليو اتش او اعتبر فيها كارسينوجينيك غالبا بتعمل جاستريك ادينو كارسينوما. باثولوجي البروسبكشن بيبقى فيه ناس كولي فلاور ناس اسمها الليمفس لانيتس بلاستيكا شبه القربه بتاعت الجلد القربه بتاعت الميه بتاعت الجلد بتاع السنان. طب مايكروسكوبيك ادينوكارسينوما او جاستريك لنفوما الادينوكارسينوما هي مستقيمه 90% والجاستريك لنفوما حوالي 5%. الكلينيكال فيكشن على حسب السايت بتاعها السايت او اللوكيشن والسايز والجروث باترون تمام. طيب بيعمل ابدون ديسكمفورت في الاول بعد كده طبعا بيبقى في نبدا نزيف بون بريء قدام البين بعد كده ديسفيجيا طبعا ايه ديسفيجيا والرومتنج ولوس اوف ويت انديكيت الجاستريك اوتوت اوبستراكشن وانديكيت الماليجنسي وانديكيت التيومر راح على الفندس. طيب الجو انتي بليدنج بيعمل اي انفشنس انيميا هيماتينسز ميلينا وبليدنج بالركب والحاجات دي. طيب الساينس اوف ميتاستيزس معناها ان الرمى انتشر الاقي في بركاه وليمف نود بركاه وليمف نود دي الليفت السوبرا كلابيك بركاه نود الاقي كبيره بالشكل ده كده الليفت السوبرا كلابيك بركاه نود الاقي كبيره بالشكل ده ماشي. طيب هلاقي كمان عندي حاجه اسمها البلامر شيلف. البلامر شيلف هلاقي في ريكتال ماس بالشكل ده بلامر ايه البلامر شيلف تمام بالريكتال اكسبريشن هلاقي كده بلامر شيلف. طيب حاجه اسمها الكراكن بيرج تيومر. الكراكن بيرج تيومر بيبقى اوفيريان تيومر يبقى كده متاستيزس راحت للاوفري
طيب في حاجه اسمها بارانيوبلاستيك سندروم، التيومر بيطلع بعض المواد بتعمل لي بارانيوبلاستيك سندروم زي التروسوس سندروم. التروسوس سندروم بيبقى فيه ثرومبوز، ثرومبو في البايتس، ماشي، ثرومبو في البايتس بالشكل ده كده، ده كده ثرومبو في البايتس اهو، التروسوس سندروم اهو، حتت حمراء كده في الجلد، ده ثرومبو في البايتس، ماشي. طيب في الاكانثوزس نيجريكانس، حتت سوداء كده في الجلد، حتت سوداء او بني، موجوده في الاكسلا، موجوده في النك، موجوده في الشين اوف تيبيا. طيب هلاقي كمان حاجه اسمها ايه، الممبرينس نيفروباثي، يبقى جلوميرولونيفريتس من نوع ممبرينس. طيب هلاقي كمان المايكرو انجيوباثي هيموليتيك انيميا، بيحصل فيه بانسايتوبينيا، تمام، وبيحصل كمان توكسنز بتضرب الار بي سي، بتعمل ايه هيموليتيك انيميا، بتعمل بانسايتوبينيا. طيب بيعمل كمان اميون كومبلكس التراست في الجلوميرون بيزن المورين، فبتعمل بتعمل ايه نفرتك سيندروم والحاجات دي. طيب ممكن يحصل سيبوري كيراتوزس، بنسميها الليسر تريلا ساين، الليسر تريلا ساين. الانفستيجيشن دبل كونتراست، ابر ابر جي اي تي راديوجرافي واندوسكوبي، اخد بايوبسي، طبعا اخد من 8 ل 10 بايوبسي. طيب الترا، انا ممكن اعمل الترا سونار عشان اشوف الميتاستيز واشوف لو فيهم في انفولفمنت، حاجه اسمها التي ان ام سيستم، خدناها في زمان في الباثولوجي، تي ان ام سيستم، ماشي. الام سي تي على الشيست والقلب عشان لو في ميتاستيز على الليفر لانج والبون والبرين والحاجات دي. طيب اللابروسكوبي عشان اشوف الستيجنج وديترماين الريسكتابيلتي، اشوف اعرف اشيل التيومر ولا لا، اشوف هو مثلا جريد كام، لو جريد 4 عمليا بيبقى بريد تريتمنت يعني. طيب التريتمنت بيشيلوا بيشيلوا الحته، بيشيلوا التيومر ده كومبليت سيرجيكال ريسكشن او راديكال توتال جاستريكتومي، بيشيلوا المعده خالص. طب البوست اوبرتيف كومبينيشن، بعد العمليه بياخد كيمو وبياخد راديو ثيرابي، تمام، بياخد كيمو وراديو ثيرابي عشان يقلل الريكرانس، تمام، ويزود السرفايفل ريت. طيب الكيمو ثيرابي في الادفانسد ديزيز لو بالي ريسكشن بيشيلوا جزء بس، بيشيلوا جزء بس عشان مش هيقدروا يشيلوا تيومر، ولكن بيشيلوا جزء عشان يخففوا الاوبستراكشن ويمنعوا يقللوا البليدنج. طيب الجاستريك ليمفوما بيبقى غالبا كيمو وراديو وسيرجري الثلاثه مع بعض. طيب ناركوتكس وسيليك بريكسس دروك، ناركوتكس اللي هي مورفين والحاجات دي عشان يقللوا البين، والسيليك بريكسس دروك اللي هي النرف اللي بيحس بالبين، بيعملوا بلوك، دكاتره التخدير بيعملوها، ماشي، وغالبا اصلا بيموت بعد العمليه بحوالي سنتين. طيب في حاجه بقى اسمها ايه؟ في حاجه اسمها الفانكشنال جي اي تي ديس اوردر، فانكشنال جاسترو ريجنال او فانكشنال جاسترو انتستين ديس اوردر، ده عباره عن حاجه اسمها الفانكشنال دايريا، الفانكشنال دايريا، الفانكشنال فوميتي، بتحصل مثلا في الامتحانات وكده، الناس بتخاف وتقلق وكده، ممكن ايه ترجع. طيب بيحصل ايه تاني؟ بيحصل حاجه اسمها ايه؟ الجلوبس هيستيريكس، الجلوبس هيستيريكس ده بيبقى بيحس ان في حاجه في زوره كل شيء يبلع عليه، تمام؟ واحد في حاجه اسمها ايروفيجيا، الايروفيجيا مشكله في ايه؟ بيمنع، بيحس انه بيبلع هواء، تمام؟ طيب ديفيوز اوستوفيجيال سبازم، ديفيوز اوستوفيجيال سبازم، ماشي؟ طيب حاجه اسمها كوركس، الكورك سكرو اوستوفيجاس. طيب وكمان حاجه اسمها الريتابول باول سندروم، هنقولها في فيديو لوحدها، الريتابول باول سندروم، القولون العصبي والحاجات دي، ماشي؟